الحمد لله رب العالمين، حمدا يمتلئ بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه الزاهرة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة، ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتعديل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الملعون بجميع المحامد والخلق العظيم المنصوص بالكمال والكمل والتقدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعة الله أقوى وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم لا تقوى على النار، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون، وعلى تفريطكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بالقدس، وثلث بكم أيها المؤمنون بجنه والإنس، فقال جل من قائل علما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أشرف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الحوض الموقوف والمقام في المقام المحمود، وعلى آله ذوي الفضل الجليل وأصحابه ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وبدل شمل المحرفين والمبذلين من طوائف الكفر تبعات أجمعين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا هذا، اللهم احفظ بلدنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا ركوعنا، اللهم تقبل منا سجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على الداهمين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في بلدك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.